تكلموا بقلب في القصة ديت او الموضوع ده. تمام. اتكلمت معاكم امبارح وقلت لكم ان اوجوستي بوش المدير الفني الاسباني الفريق الاول لكرة السلة في الزمالك والحائز على بطولتين في غاية الاهمية، البطولة الاولانية اللي هي الافرو ليج، والبطولة التانية اللي هي كاس الدوري السوبر او السوبر. الاهلي فتح معاه خط مفاوضات و و و الى اخره، وقلنا ان امبارح رؤوف عبد القادر كابتن رؤوف عبد القادر شخصيه محترمه جدا على فكره، اعرفه معرفه شخصيه يعني من زمان، هو صديق عزيز للوالد، بغض النظر يعني عن طبعا الاهلاويه بيحنوا لبعض يعني عارفين انتوا القصه ديت من زمان يعني. فالراجل طلع وقال انه من ضمن المرشحين، طالما قال من ضمن المرشحين يبقى خلاص. ويمكن انا قلت امبارح ان خلاص كده القصه بقت احتراف، كده الموضوع احتراف، ده راجل عقده انتهى في الزمالك وقرر ان هو ما يجددش، وعلى فكره هو كان واخد القرار ده قبل كده و كان قايله بعد البطولات ما اتاخدت الناس قعدت معاه وفوضوه وريحوه وادوله مستحقاته الماليه ويعني وظبطوه على الاخر، انما هو كان واخد قرار انه مش هيجدد، وده حقه وده حقه. فاصبح النهارده هو مدرب فريق، يرجع بقى يتعاقد في مصر مع الاهلي مع الاتحاد السكندري، يروح الامارات، يرجع اسبانيا لبرشلونة، يعني اللي هو عاوزه ما يعمله، اللي هو عاوزه يعمله. ادارة الاهلي بتتكلم مع مدرب فريق ما هوش على ذمة ولا على قوة الزمالك، البعض بيقولك هم كانوا بيفوضوه هو فين وهو في الزمالك. الحاجات دي انا طالما ما معيش ليها حاجه دليل او حاجه ملموسه اسف، زي موضوع عمرو اديب كده النهارده، الله اعلم، مش ما بخشش في الحتت دي، لا اصل كانوا، لا ده هم مضيين، لا ده هم مش عارف، لا ده هو دافع له الفلوس، لا ده هم مش عارف ايه، لا ده هم اللي ضاغطين عليه. طب هو راجل موجود عندي، طب ليه انا ما ضغطتش عليه اكتر؟ طب ليه انا ما حافظتش عليه؟ ده هو في بيتي. معلش يعني، معلش يعني. لو انت جيت خدت حد من بيتي الغلط عليا انا مش عليك انت. وبعدين كده الباب اتفتح. كده الباب ايه؟ اتفتح. تمام؟ انت النهارده معاك امكانيات روح فوض الكابتن رؤوف عبد القادر نفسه اللي هو مدير النشاط الرياضي في الاهلي والزمالك، ما هي القصه احتراف خلاص، باب اتفتح، اي حد هتقدر تجيبه هاته، خلصت قصه كده، خلصت العمليه بقت سهله وبسيطه خالص. القصه دلوقتي قصه ايه؟ احتراف. احتراف يبقى هتمشي احتراف، الدنيا احتراف يبقى هتمشي احتراف. عندك القدرات ان انت تروح تتفاوض مع حد من النادي الاهلي، روح اتفاوض معاه وهاته، سهله الدنيا، بسيطه جدا جدا. ما عندكش القدرات التفاوضيه ولا عندك القدرات الماديه، يبقى خلاص هنتكلم بقى في الحته بقى اصل ومش عارف ايه وهو لا هو غلط ولا حد غلط، لان هو فريق، اصبح فريق. انت ما جددتش معاه ليه؟ انت ما جددتش معاه ليه؟ هو في بيتك النهارده وموجود واخد معاك بطولات، ما جددتش ليه؟ ما حافظتش عليه ليه؟ ما عرفتش تستميله ليه؟ ما قعدتش معاه وعليت له عقده وظبطته وربطته ليه؟ خلاص؟
يبقى العيب عندنا، عيب عندنا، ما عنديش فلوس قصة تانية. الجنرال عايد بيقول لي عشان مش عارف احمد، انا ما اعرفش الكلام ده، انا ما اعرفوش. انا اعرف ان احمد عادل ما هوش عضو مجلس ادارة النهاردة. هل النهاردة هو كراجل عضو مجلس ادارة سابق هيبقى اقوى من اعضاء مجلس الادارة الحاليين؟ ما اعتقدش. الناس قعدت وجددت مع مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة، بس انا معلوماتي ان هم الناس قعدوا معايا تمام، ويعني وتفاوضوا ودولوا كل صلاحياته، كل صلاحياته. ناديي الترجي والنجم الساحلي التونسيان في مفاوضات شفوية مع حمزة المسلوسي ظهير أيمن الزمالك لاستطلاع رأيه بخصوص إمكانية العودة للدوري التونسي مرة أخرى في الموسم الجديد. ده كلام جميل وورد وشوكولاتة، يعني لازم نجيب ورد وشوكولاتة نديهم للمسلوسي تمام وهو ماشي. ومتشكرين جدا 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 على الفترة اللي احنا ما شفناش فيها حضرتك في الملعب كتير. لعيب كويس، لعيب محترم، شخصية رائعة، شخصية جميلة، لعيب واعد بروميسنج، انما انا ما شفتوش في نادي الزمالك. هل حد شاف حمزة المسلوسي في نادي الزمالك؟ لو حد شاف حمزة المسلوسي في نادي الزمالك يقول لي انت راجل ما بتشوفش. حمزة المسلوسي بياخد 550 الف دولار بحسابات اللعيب. يعني احنا قبل كده اتكلمنا في الموضوع دوت وقلنا ايه؟ اللعيب المحترف حطوها عندكم دي كده ايه عنوان، عشان انتوا كمان تبقوا مرتاحين، عشان وانت قاعد على السوشيال ميديا الضاله المضله المضلله يبقى معاك بعض الثوابت كده ها، وبعض الحاجات كده اللي انت تحط المعايير بتاعتك انت شخصيا عليها، يعني انت اللي تكون وجهه نظرك انت، ما تتسقش، محدش يسوقك، محدش معاه ريموت بتاع الادرينالين بتاعك يعلي ويوطي فيه براحته خالص او مزاجك. فخد العنوان ده عندك كده، اللعيب المحترف لو مش هيعمل الفرق مع ناديه يبقى بلاه احسن. لان الدوري المصري زي ما حضراتكم شايفين كده اللعيبه كلها شبه بعض. هات لي كده فروق كبيره ما بين اللعيبه في الدوري المصري، مش هتلاقي. ده الدوري المصري ما فيهوش مهاجم، الدوري المصري ما فيهوش مساك، فاهمين؟ تخيل 18 فرقه بالسكواد 30 يعني 540 لعيب، ما اعرفش الاجانب فيهم قد ايه، بس 540 لعيب مقيدين، ما فيهوش ولا مهاجم ولا مساك. فز يعني حاجه فزه كده تعمل الفرق مع الانديه الكبيره. فاللعيب المحترف اللي بيدفع له بالدولار وباليورو مش هيعمل الفرق مع النادي، يبقى خلاص يعني قلته احسن، قلته احسن. نادي اسوان هيعمل يعلن يعني. طبعا انتوا عارفين بكره الاهلي، مش كده؟ بكره مش بكره الاهلي هيلعب رجاله ولا بعد بكره؟ تيوزداي النهارده التلات، بكره الاربع، لا بعد بكره الاهلي هيلعب، بعد بكره مش كده؟ الاهلي هيلعب يوم الخميس. اوكي، فاسوان قال لك الاهلي هيلعب بكره يا جدعان ولا بعد بكره؟ بكره الاربع منتخب مصر، الاهلي هيلعب بعد بكره الخميس متهيألي، الخميس بعد بكره. يا احمد فاروق بص بيضللوني، بص حتى بيملوني غلط يا عم، بعد بكره يا عم.
المهم بس خلوني في موضوع اسوان الاول يا جماعه، علشان اسوان هيعمل ممر شرفي في النادي الاهلي. كل الفرق اللي عملت ممر شرفي للنادي الاهلي عملوا له الممر الشرفي من هنا، وفي الملعب بيبقى قصه تانية. يعني البنك عمل ممر شرفي للاهلي وراح واخد 2 بونت. الجماعه اللي فاتوا بتوع كشري عملوا ممر شرفي الانتاج، الناس المحترمين، الناس المحترمين الانتاج الحربي عملوا ممر شرفي للعيبه بتوع الانتاج والجهاز بتاع الانتاج المحترم. لكشري اسمه ايه ده للنادي الاهلي كانوا ياخدوا 3 بونت. فانا ما اعرفش ايه اللي بيتعمل في الممر الشرفي بقى، يعني في ايه، في ايه، ايه الموضوع ده؟ تمام. فاسوان هيعمل ممر شرفي ايه للاهلي، فبقى الاهلي بقى عايز يعدي من الممر، عايز بقى، وانتوا حريين ماليش فيه. بس دي حاجة ملحوظة كده انا يعني ايه انا شايف. اوكي، طبعا بعض ال 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 الخبثاء الخبثاء كتب قال لك مصدر باتحاد القوى. بص، اول واحد يقول لك مصدر وما يقولكش مين، اعرف على طول ان ايه ممكن جدا يبقى كمين او بالونة اختبار. قال لك مصدر باتحاد الكرة بيقول ان لو منتخب مصر بكره تأهل الدوري هيتأجل وممكن يتلغي في الحالة دي. منتخب مصر الاولمبي بكره ما تأهلش، خلاص الدوري هيتلعب ايه في ميعاده، علشان قصة تكافؤ الايه الفرص ما بين الاندية في المنعطف الاخير وفي الامطار الاخيره من بطوله الدوري العام، ويعني الامطار الاخيره من بطوله الدوري العام محصوره ما بين الاهلي والزمالك. ما اعتقدش يعني ان في حد هيخش في الامطار الايه الاخيره، خلاص البطوله حتى اللحظه حتى الان محصوره تماما ما بين الزمالك والاهلي. فمين اللي هينضرب بان لعيبته مش موجوده معاه؟ الاهلي والزمالك. فالنهارده احد بقى الايه يعني طلع قال لك ايه هيتاجل الدوري وممكن يتلغي. فطلع احمد مجاهد قطع الشك باليقين من شويه واعلن ان لو المنتخب الاولمبي تاهل بكره على حساب استراليا، منتخب مصر بكره لازم يكسب استراليا ولازم يكسب بسكور، علشان الفرق هيبقى ما بينه وما بين الارجنتين عدد الايه عدد الاهداف. انا سالت قالوا لي لا، مش المواجهات المباشره، هتبقى بالسكور. فمنتخب مصر عشان يتاهل بكره لازم يكسب استراليا ويكسب يعني مكسب محترم يعني بعدد اهداف كويس يعرف يخليه يوصل تاني ايه تاني مجموعه. فاحمد مجاهد قال 26 اغسطس الدوري ينتهي في حاله ان المنتخب الاولمبي يعني هيخسر بكره ويطلع، و20 سبتمبر اللي هو 29 ينتهي الدوري في حاله تاهل المنتخب الايه الاولمبي، على ان يتم تاجيل استئناف المباريات الى يوم 9 ايه الى يوم 9 اغسطس. فهو راجل يعني بيقطع الكلام وبيقطع الطريق على قصه ان الدوري ممكن ايه يتلغي. تمام تمام اوكي، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، حلقتي مع حضراتكم خلصت. بكرة بمشيئة الله تعالى على وعد بلقاء في نفس الميعاد بتاعنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.